m'appelle Selim Dra, je suis le directeur technique du FUS, natation, à Rabat, et en même temps le directeur de la piscine. Donc on est sur un projet qu'on a commencé depuis 2014, où la piscine a réouvert et a relancé le projet sportif. Et on a monté petit à petit une équipe d'encadrants, une équipe de nageurs, une équipe d'entraînement, avec des objectifs ambitieux, avec de grands projets. Et on monte ça petit à petit avec un planning d'entraînement de haut niveau. Notre objectif à nous, c'est de viser le haut niveau, le plus haut niveau possible. On a des projets importants. On a un nageur qui vise les Jeux Olympiques Paris 2024. Et on a des jeunes nageurs qui montent progressivement sur les podiums internationaux, que ce soit Afrique ou Arabe. Salam alaikum, Ayman Harraj, مدرب في الفتح الرياضي السباحة تحت قيادة السيد المدير التقني سيد سليم درا. كندرب فئات مينيم بلس مينيم كادي جونيور سينيور جروب ناسيونال انترناسيونال. فالحمد لله اننا متفوقين في النتائج. شنو هو السر؟ السر هو استراتيجية اللي حط المدير التقني انه كيعمل على المدى البعيد. كل ما كان العمل بجد كنتي كتعمل على المدى البعيد لابد ان واحد النهار غادي يوصل هاد النتائج وان شاء الله غادي تفوتهم اكثر. فالحمد لله النتائج ديال هاد اليومين من البطوله الوطنيه اللي فيها اربع ايام كانت واجب مراتب الاولى لي بنجامين بذكور اينات وجنرال اللي المدرب ديالهم هو السيد خليل بولعمان، لي مينيم بنات، لي كادي بنات. دونك لا ماجوريتي ديال الفئات ففريق الفتح الرياضي هو المسيطر، كذلك فئات الاوبن مفتوح فالفتح الرياضي مسيطر سواء في الاناث سواء في الذكور سواء في المختلط في الجينيرال. شكرا. معك خليل بولعمان مدرب الفتح الرياضي لفئه البراعم. الحقيقه هذه المشاركه ديالنا في البطوله المغربيه الصيفيه هي مشاركه ثانيه لفئه البراعم، لاننا حصلنا على الكاس مولاي الحسن في الشهر يونيو الماضي، وكانت هذا الانجاز هذا حققنا على بزاف ديال الميداليات الذهبيه. حققنا جوج ديال الانجازات، انجاز في 50 متر حره ديال السباح يحيى صبحي، وانجاز في اربعه المرات 100 متر سباحه حره. باش كتميزوا على باقي الانديه؟ الحمد لله الامتياز ديالنا كيرجع الفضل للمدير التقني ديالنا السيد سليم درا اللي كيعطي الفرصه للشباب اللي هما السباحه ديالنا اوقات العمل في الاسبوع كامل. وما كتشوفوش ان المسبح ديالكم الخاص كيلعب دور في هذا الشيء؟ هو كيلعب دور، ولكن هناك بزاف ديال الانديه اللي عندهم المسابح ديالهم ولكن ما كيوصلوش لهذا العمل هذا اللي حنا كنعملوا عليه كل نهار، لانه مسبح ولكن باش دير حصص مع الخمسه الصباح، دير حصص مع 8 ديال العشيه، دير حصص في رمضان مع من 11 ل 12 الليل. هاد طريقه العمل ماشي اي واحد يقدر يوصل ليها الا ما كانت عنده العزيمه والاراده. شكرا لكم كثيرا. برافو برافو برافو.